السلام عليكم. Welcome to day 3 for Kundalini Yoga program. اليوم بإذن الله بنركز على منطقة الحوض، بنحركها وايد. ليش؟ لأن بعض المرات منطقة الحوض أو أكثر الأحيان منطقة الحوض تمسك مشاعر إحنا ما ندري عنها، which is the blockages اللي تسببها منطقة الحوض من مشاعر ومن حركة بعض المرات، مو بس من مشاعر. Let's get ready for this. ويلا نبلش. Okay. أول حركة بنسويها اسمها cat and cow. Please, please, please. القوا حق نفسكم السرعة المعينة أو شيء تشوفونه يناسبكم حالياً. يعني مو لما أنا أسوي سريع لازم تسوون سريع ولا أنتوا غلط. No, it doesn't work like this. في حد معين حق جسمنا اليوم. مثلاً أنا اليوم أقدر أسوي هذه السرعة، باكر ما أقدر أسويها، ما أبي تعبانة، you know. بس إنه أوصلوا حق الأج مال جسمكم، بس كملوا معي، لا تهدون، okay؟ يلا let's start this. أول شيء بنروح على الكات إن كاو to our fours. هذه الحركة نلاحظ إنه نركب مع الحوض الونلاين، إيدي مع كتوفي الونلاين. الحين inhaling lift up حتى الحوض يرتفع معاي، الاكسهيل افقص بطني وافقص ظهري all the way up. يلا let's do this. يلا شهيق فوق وزفير ارتاح. اسمها cat cow variation. بنحرك الريل، make sure ان انا قاعدة استخدم الكور عشان حركة الريل وتقويتها. انزين الحين ايدي تحت، نفس الحركة نبلش فيها. ريلي اليسار، اوكي انا ريلي اليسار ارفعها up واشوف فوق، الراس يرتفع معاها. exhale we go down, tuck it in, so it will go like this. And are we ready? يلا نحط التايمر. And let's go. One leg. الريل اليسار قبل. Let's go. Continue with this. نكمل شهيق وزفير. عافية. نفس الريلة الحين ما غيرناها. And relax. Ah.
ممتاز. يلا الصوب الثاني او الرياضه الثانيه. Let's get ready. اللي تحت نبلش من اول بوز اللي هو كات ان كاو. شغل التايمر and let's go. الرياضه الثانيه to butterfly pose. شنو butterfly pose؟ احب الريلتين مع بعض، مو ضروري الصقها نهائيا اذا هذا حدكم تحسون انه متقلقصين بجسمكم. اوخر ريلي شويه عن الانر ثايز، يمكن تنزل تريح شويه. اوكي الحين امسك الريلتين، بيصير شوفوني الشهيق ارفع الريلتين فوق او الركاب فوق، الزفير ينزلون تحت إلى أقصى حد تقدرون أنتوا عليه اليوم. أوكي يلا let's do this for 1 minute here. شهيق فوق زفير تحت، شهيق فوق زفير تحت. كنتينيو. شهيق زفير انزل نفسي او جسمي all the way down. خلاص على كتر انا هني and go down to rest. خريح خلكم على سيم بوز البترفلاي بوز. خلت تتمقق منطقة الحوض هني، تفتش شوية. عجيب، رفع نفسكم، اكسهيل وكالعادة طبعا انسدح على ظهري
أريح شوية من دقيقتين إلى 5 دقائق.